صلى الله عليه وسلم. سماحة الوالد، يقول السائل: نرى كثيرا في كتب التفسير عندما يمرون على آية فيها أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالصبر أنهم يقولون إنها نسخت بآية السيف، فهل هذا صحيح؟ نعم، هذا صحيح من حيث ترك القتال. كان صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه في مكة منهيين عن القتال ومأمورين بالدعوة فقط والصبر، فلما هاجر إلى المدينة ووجد الأعوان والأنصار فرض القتال جهاد الكفار. هذا معناه أنهم كانوا في مكة منهيين عن القتال ومأمورين بالاقتصار على الدعوة والعبادة وذكر الله عز وجل، لأنهم لا يستطيعون القتال في هذه الحالة. فلما استطاعوا القتال بعد الهجرة فرضه الله عليهم. نعم.